السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخ عبد الرحمن دكير. درس اليوم السؤال اللي عندنا هو Is it easy to do it؟ يعني سؤال ديال Is it easy to do it؟ هذه هي الكويش اللي عندنا، واش هذا الشيء سهل؟ أوكي، Is it easy to do it؟ ولا Is it hard to do it؟ يعني أنت تبغي تسول الأستاذ ديالك ولا الصديق ديالك واش هاد العمل سهل ولا صعيب. Is it easy to do it? Is it hard to do it? Okay, donc answer les réponses اللي عندنا هما هادو. دونك إلا كان سهل بزاف يعني تري فاسيل، إينا very easy يعني تنقولو it's a piece of cake. It's piece or cake يعني هذا تعبير يعني كله تعني معنى واحد، شي حاجة very easy، هذا واحد بحال هذا واحد القطعة ديال الحلوة يعني طرف ديال الكيكة ولا هذا it's piece of cake، سهل باش تاكلو. اوكي دونك very easy، شي حاجة سهلة بزاف it's piece of cake. مثلا التلميذ مع الأستاذ وحل بشي تمرين، الأستاذ يقول ليه it's a piece of cake، التمرين سهل it's a piece of cake very easy. اوكي هذا كل شيء اللي عطيتك it's very easy. اوكي ولا العكس it's hard، it's hard هي شي حاجة difficult. اوكي difficult it's hard، شي حاجة يعني صعيبة. اوكي ولا يمكن نقول it's a bit tricky. اوكي tricky مهمة بزاف، جاية من tricks. اوكي tricks هما لي زاستوس، مثلا شناهو استوس يبان ليك مثلا شي حاجة راه ساهلة ولكن هي ملي تدخل ليها تتلقاها صعيبة. اوكي تنقولو هاد القضية كانت تتبان في الظاهر ديالها سهلة ولكن هي في العمق ديالها أصعب صعيبة. اوكي دونك it's a bit tricky. bit يعني تنقولو bit منين جاية، اصلا جاية من لي زونيتي ديال الميموار اللي كاينة في لورديناتور. اي كاركتير مثلا ا بي ولا اي كاركتير ولا اي رقم ولا اي حاجة في الكافي ملي تنكليكيو عليها في لا رام تدير مثلا تتكوديها مثلا 1001، كل كاركتير باش عندها لي زيرو لي ان، ان هي الضو شاعل في السلك في لا رام و زيرو ما شاعلش الضو، هادي تتسمى اللي حطينا فيها الزيرو ولا تتسمى بيت يعني اقل وحده في الميموار. دونك هادشي باش نقولو هنا it's a bit tricky يعني واحد شوية يعني هاد المسألة فيها لاستوس. It's a bit tricky. اوكي دونك دائما في التعبير ديالها تنقولو it can be a bit tricky. اوكي إلا كانت قاصحة بزاف شي حاجة صعيبة it's really tough. شي حاجة tough، شي حاجة difficile، شي حاجة difficult. اوكي very difficult يعني هنا يمكننا نقولو tough يعني very difficult. it's really tough. اوكي والجواب الاخير يعني it's very demanding. اشنا هي demanding؟ يعني شي حاجة اللي تطلب يعني demanding يعني energy، تطلب مني واحد الطاقة أكثر، تطلب مني time، تطلب مني skills يعني تطلب مني طاقة، تطلب مني وقت، وتطلب مني دي كومبيتونس. هاد القضية it's very demanding. اوكي دونك السؤال ديالنا Is it easy to do it? It's a piece of cake. Okay. It's hard. It's really tough. It's very demanding. Okay.
It's a piece of cake. It's hard. It's a bit tricky. It's a really tough. It's a very demanding. Donc, يعني الهدف ديال السؤال ديالنا كنت ما بغيتي يعني توضيح على أي مسألة تعرف واش هي سهلة أو صعيبة يعني يمكن لك تعبر عليها. إذا كانت سهلة بزاف تقول القضية it's a piece of cake. Okay. خاصها it's hard to do it. Okay. ولا نقول شي حاجة it's a bit tricky. Okay. It's a bit tricky. ولا يعني فيها تسبب في سهلة ولكن العمق ديالها صعبة it's a bit tricky. Okay. كانت قاصحة بزاف it's really tough. Okay. كانت تطلب الانيرجي والوقت أكثر ويعني واحد لاطاش اللي تطلب مني طاقة وكومبيتونس قدرات وكفاءات ووقت وطاقة يعني تنقولوا it's very demanding. It's very demanding. I can't do it. It's very demanding. دونك نتمنى بأن يعني هاد التعابير غتساعدكم أكثر يعني باش تعبروا على شي حاجة سهلة ولا صعيبة. إلى أن نلتقي في سؤال آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.